الخدمه النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض قسم الحفلات هناخد مع بعض التنسيق مع الادارات المختلفه مع قسم الحفلات ازاي بيخدموا بعض علشان الحفلات تنجح وتكون على طبعا في قمه نجاحها لان نجاح القسم هو نجاح الفندق والمنشاه ككل زي ما احنا عارفين هناخد مع بعض كمان انواع العقود الخاصه بالحفلات تعالوا مع بعض كده نشوف اول حاجه هنتكلم عليها وهي التنسيق مع الادارات المختلفه هناخد اول حاجه منها المطبخ طبعا احنا عارفين ان قبل ما ابتدي اي حفله لازم انسق مع قبل ما بتعاقد طبعا مع العميل او مع صاحب الحفله طبعا لازم اعرف احتياجاته ايه وهبلغها للمطبخ علشان ان هو يبتدي يشوف المواد الخام الموجوده عنده سواء كانت محليه او مستورده حسب ما العميل طالب هيشوف الـ الناس اللي هتشتغل العماله اللي موجوده عنده هتشوف الاستاف اللي ممكن يخرج لو بخدم بوفيه علشان ان هم يقدموا للجست اللي موجود اللي هو المدعوين او الضيوف اللي موجودين اذا انا هنا علاقتي مستمره مع المطبخ من قبل ما ابتدي عمليه التعاقد مع صاحب الحفله اثناء ما تعاقد بشوف الحاجه تمت ولا لا واكتملت ولا لا ويوم الحفل نفسه اللي هو هعرض فيه الماكولات والناس هتطلع الشيفات اللي موجوده عندي العماله اللي موجوده عندي هتطلع علشان انها تخدم الجيست او الضيف تعالوا مع بعض كده نشوف مع المطبخ قبل الحفلة وأثناء الحفلة بيتم التنسيق من بدء وضع قوائم الطعام وأثناء مدة الحجز وقبل بدء الحفلات بنقول عند البدء في إعداد قوائم الطعام بيتم الإجتماع بين مدير الحفلات ورئي ورئيس الطهاة طبيعي ان بيتم الإجتماع ده علشان يعرف يتأكد من الخامات اللي موجوده عنده سواء كانت مستورده او محليه وذلك قبل اتفاق مدير الحفلات مع العملاء اللي هيجوا يحجزوا للحفلات بعد وضع قوائم الطعام من الضروري مراجعه رئيس الطهاة للقايمه من ناحيه توازن القايمه طبيعي احنا عارفين وبندرس مع بعض ان احنا لازم القايمه بتاعتنا تكون متوازنه متوازنه من ناحيه القيمه الغذائيه من ناحيه الشكل ومن ناحيه الالوان اللي موجوده كقيمة يعني لازم يكون في تجانس في الالوان ما ينفعش ان انا اقدم كل المعروضات بنفس اللون لازم يبقى في تناسق في الالوان عشان احنا قلنا ان العين عندنا بتاكل قبل الفم فبالتالي لازم يحافظ على توازن القيمه الغذائيه يعني الوجبه اللي انا بقدمها للعميل تكون فيها السبع عناصر غذائيه اللي هيحتاجها العميل احنا عارفين ان احنا بنحتاج بروتين بنحتاج كربوهيدرات بنحتاج دهون بنحتاج فيتامينز بنحتاج مينرالز وبنحتاج ميه يعني بنحتاج فيتامينات املاح معدنيه بنحتاج ميه بنحتاج للفاتس الدهون سواء كانت نباتيه او حيوانيه بنحتاج الكربوهيدرات ان كانت نشويه او سكريه بنحتاج البروتين سواء كان بروتين نباتي او حيواني اذا لازم تكون الوجبه متكامله عشان الجست اللي موجود او الضيف اللي موجود يحصل على القيمه الغذائيه كامله من حيث القيمه بتاعه الوجبه كمأكولات وكمان التوازن في الالوان والشكل والنكهات اللي احنا بنعملها للاطعمه عشان التيست بتاعنا والمذاق بتاعنا. من ناحية القيمة الغذائية، الألوان، المكونات، ثم مراجعة تكلفة القوائم وتسعيرها. يقوم مدير الحفلات بإعلام المطبخ بتاريخ الحفلات، مواعيدها، ونوعية القوائم التي تم الاتفاق عليها. وذلك ليتمكن رئيس الطهاة من تحديد الآتي، هيحدد ايه بقى؟ طبيعي انه هيحدد احتياجاته من العماله لطهي واعداد القوائم ووضع جداول العمل الخاصه بالمطبخ يعني انا هقول ان انا محتاجه عماله معايا علشان تعمل القوائم دي تنفذها لي في قوائم مختلفة باصناف مختلفة بطرق بالطرق الطهي المختلفة اللي احنا دارسينها مع بعض فبالتالي احنا هنا لازم يكون هو على علم ولازم يكون عارف العمالة اللي موجودة عنده هتقدر تنفذ قوايم الطعام دي ولا لا هتقدر انها تطلع له المنتجات اللي هو عاوزها والاصناف اللي هو عاوزها باعلى كفاءه وباعلى شكل وبشكل جيد وجذاب لان الجست عايز جنب الخدمه الجيده طبعا محتاج ان الاكل اللي هياكله الضيف اللي موجود عنده يكون عالي القيمه يكون شكله حلو البوفيه نفسه لو انا هعمل خدمه بوفيه يبقى معنى كده ان البوفيه ده شكله متناسق فيه كل حاجه متوفره من اول الادوات اللي انا هستخدمها الـ الـ الفواتح الشهيه اللي هي الاورديفر الطبق الرئيسي اللي هو المينكورس سواء كان لحوم اسماك طيور لو هو متواجد فيه كل الاصناف دي ماشي عندي النشويات او اللي عندي الـ الـ النشويات سواء كانت ارز او مكرونه او اي اصناف احنا مختارينها في القايمه في عندي طبعا الحلويات اللي موجوده فواكه موجوده اذا دي كلها لازم تبقى متوفره وبالشكل الجيد اللائق بالحفل عشان يطلع الحفل ناجح وعلشان بدل ما يبقى عندي من ضمن يعني ناس من ضمن المدعوين بعد كده لو لقوا ان المكان ده جيد الخدمه فيه جيده الاكل كمان كمان فيه جيد فبالتالي هيرجعوا لي وهيجيبوا ناس تانية وهكذا فبالتالي هيكون الانطباع انطباع رائع عن الفندق وعن وهيدي سمعه طيبه عن الفندق وكده بكده احنا بننجح الحفله وبننجح المنشاه الفندقيه ككل هنا مطالبه من المواد من المواد الاوليه من المخازن، طبعا هيبتدي يطلب المواد بتاعته من المخزن لانه مش كل حاجه كل حاجه متوفره معيونه جوه المخازن علشان يبتدي يسحب منها، تجهيز المعدات المطلوبه وتوفيرها او توفير ما هو ناقص منها، الادوات الخاصه بالخدمه اثناء تجهيز البوفيهات، الوقت اللي بيتم خروج الطعام فيه من المطبخ الى القاعة نيجي تاني قسم من الاقسام وهو الهاوس كيبنج اللي هو قسم الاشراف الداخلي هو قسم الاشراف الداخلي مسؤول عن عمليه تنظيف القاعه ما هو اللي بيجاه او هو اللي بيقوم بفرش الموائد بالزهور او الزهريات الموجوده تناسق الالوان ازاي بينظف الارضيات اللي موجوده بينظف الجدران بيعمل لي اللي هي عمليه التنظيف سواء كمان كانت للحمامات اللي هي خاصه بالجست بتاع قاعات الحفلات آه كمان بيقوم ب هو اللي طبعا فيها عندي قسم اسمه قسم اللوندري اللي هو الغسيل والكي وده تابع لقسم الاشراف الداخلي وهنتكلم عليه في القسم اللي بعد كده فهنا قسم الاشراف مسؤول عن عمليه النظافه خارج القاعه وداخل القاعه وكمان الحمامات وكمان هو اللي هيعمل لي تناسق الالوان بتاعه الزهور او هو اللي هيجمع لي بوكيهات الزهور او بوكيهات الورد اللي هتتحط على الموائد آه هو اللي هيعمل عملية عملية تنظيم الموائد بناء على الرسم التخطيطي اللي حطه مدير قسم الحفلات وهكذا بنقول بيقع على عاتق الإشراف الداخلي إعداد قاعات الحفلات وتنظيفها لتظهر بالمظهر اللائق بها لذا يتم التعاون مع إدارة الحفلات من قبل إدارة الإشراف الداخلي أول حاجة إبلاغ الإشراف الداخلي بالمواعيد الخاصة بالحفلات وعدد الضيوف إعطاء مفاتيح القاعات المغلقة لقسم الإشراف الداخلي لعمل النظافة بها طبيعي لو القاعة مغلقة لازم أعطي لقسم الهاوس كيبنج المفاتيح بتاعة القاعة عشان يقوم بعملية التنظيف اللي هو إحنا محتاجينها علشان تظهر القاعة بالشكل اللائق أمام الجست وأمام الضيوف طبعا ما ينفعش ان يبقى فيها تراب ما ينفعش انها تكون مش متنظفة مش متوضبة الحاجات دي كلها هتديني انطباع غير سليم وهتديني انطباع او سمعة غير جيدة لكن كل ما المكان نظيف الموجود عندي سواء كانت الصالة بتاعة الحفلات سواء كان من بداية ما انا بدخل الفندق من البداية وده بيقع عاطق يعني بيقع العبء كبير قوي على الناس اللي بتشتغل في الهاوس كيبنج اللي هم قسم الاشراف الدنيا. داخلي فبالتالي بيكون عليهم ازاي ان انا من بدايه ما من المدخل بتاع الفندق ازاي المكان بيكون نظيف وعلى اهبه الاستعداد للضيوف اللي جايين سواء كانوا للنزلاء او لقسم الحفلات اللي احنا بنتكلم عليها فبالتالي لازم المكان كله يكون نظيف يكون بالشكل اللائق اللي هو هيخلي الانطباع الجيد عن المكان ككل يديني انطباع سليم بعد كده بنقول ابلاغ قسم الاشراف الداخلي فور انتهاء الحفله حتي يتمكن من ارسال المعدات والادوات لتنظيفها. طبيعي ان هو بعد الحفله هي هيبدا ان هو ينظف المعدات والادوات اللي هم هيبعت الادوات والمعدات اللي هينظف بيها نيجي بعد كده اللوندري اللي هو الغسيل والكي اللي احنا بنتكلم عليه قسم الغسيل والكي وظيفته بالنسبة لقسم الحفلات هو اللي بيقوم بعمل غسيل المفارش غسيل الفوط الخاصة بالجست اللي هي الجست, الجست نابكن كمان عندي اللي ممكن يبقى غسيل اليونيفورم اللي هو اليونيفورم الزي الخاص بالعاملين في قسم الحفلات فبالتالي عليه عبء كبير في عملية ازاي يطلع لي المفارش نظيفة الفوط اللي هيستخدمها الجست تكون نظيفة مكوية علشان يسهل عملية فرشها ويسهل كمان الطيات بتاعة الفوط عشان تديني الطيات بالشكل اللائق فبالتالي عملية الغسيل والكي هتبقى برضو دي من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها قسم الغسيل والكي وهنا بنقول ان لازم يكون في تعاون بين الادارات كلها مع بعضها علشان يطلع العمل بالصورة الجيدة مفيش قسم بيشتغل بمفرده لازم تكون في روح التعاون او روح الفريق اللي هو اللي احنا بنسميه التيم وورك ازاي اشتغل كلنا نشتغل فريق واحد علشان نطلع المنشاه بتاعتنا بالصوره الجيده بالمظهر اللائق امام العميل لو انا اشتغلت لوحدي وبمفردي اكيد في حاجات مش هقدر اعملها فبالتالي هيبقى عندي هنا اخطاء وهيبقى عندي نواقص فبالتالي مش مش هيطلع الحفل بالشكل اللائق ولا بالدرجه بتاعه النجاح اللي انا محتاجاه فبالتالي لازم الكل او الجميع يكونوا مع بعض وشغالين فهنا بنقول تعتبر المفارش اللي بتوضع على موائد الحفلات والبوفيهات بألوانها الجميلة ذات تأثير جميل وجذاب هنا ده شكل بيوضح لي شكل المفارش اللي احنا بفرشنها هنا شكل تاني بيوضحلي القاعه شكلها ازاي المفارش نظيفه الاغطيه بتاعت الكراسي نظيفه اي شكل وتزيين اللي بيقوم بيه قسم الاشراف زي الورود اللي موجوده آه دي شكل اخر لشكل المفرش وازاي نظيف وازاي في تناسق في الالوان آه مع شكل القاعه والديكور لازم يكون في تناغم وتناسق وكونتراست بين الالوان ما يكونش في آه تنافر آه برضو دي شكل اخر آه للمفارش هنا بنقول لذا تخصص للحفلات مفارش وفوط باعداد كبيره حتى يكون هناك احتياطي بصفه مستمره تعالوا نشوف قسم الصيانه هنا قسم الصيانة آه بنحتاجه لأن هنا بيقوم بعملية المراجعة على التكييفات على الإضاءة آه الموائد لو موجودة عندي موائد ما هياش آه سليمة أو فيها بعض الـ الـ الحاجات اللي محتاجة أنها آه يتعمل لها إعادة آه 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 أو عمل صيانة لها فبالتالي آه آه كل ده بيقوم بيه لو أنا عندي آه حاجة زي الساوند حاجة خاصة بالأجهزة الكهربائية اللي موجوده فبالتالي اللي بيقوم بيها قسم الصيانه يبقى هنا لازم يكون في تعاون ما بين قسم الصيانه وبين قسم الحفلات اللي بيتم مراجعه صلاحيه الاجهزه بقاعات الحفلات من سمعيه ومرئيه وكهربائيه واجهزه التكييف لذا يجب التعاون مع قسم الصيانه لاصلاح اي اعطال ان وجدت تعالوا نشوف كمان احنا لازم يكون عندنا مع قسم المخازن برضه له دور ك... برضه مع قسم اداره الحفلات ليه اولا انا بخزن ممكن اخزن الكراسي اخزن الموائد إيه إيه الحاجات اللي انا هعينها جوه المكان ده او جوه المخزن انا هستردها او هعوزها وقت ما اكون عايزه اعمل حفله او هقيم حفل فبالتالي لازم يكون في علاقه طيبه ما بين قسم المخازن وما بين قسم الحفلات او تعاون ما بينهم علشان لما اجي اعمل الحفله الاقي الحاجه بتاعتي مظبوطه ولما اطلب الاعداد الاقي الاعداد بتاعتي مظبوطه اللي انا عايزاها عايزه 200 كرسي عايزه 200 مائده الاشكال اللي انا عايزاها تكون متوفره وهكذا. قال لي بتحتاج إدارة الحفلات عند إقامة حفلة لصرف كميات كبيرة من الأدوات وذلك من مخازن المنشأة. باقي الأقسام بقى بإدارة الأغذية والمشروبات اللي هي الفود أند بفرج، هو أنا هحتاج ناس من الفود أند بفرج؟ أه طبعًا إمتى؟ لما يكون عندي عجز في القسم نفسه في أفراد الخدمة، عندما يوجد عجز في أفراد الخدمة نحتاج ل... تحتاج إدارة الحفلات لعمالة أكثر. هتطلبها منين من الفود اند بيفرج لو عندي نقص في الادوات والمعدات اللي انا بستخدمها يعني عندي نقص في السيلفر اللي موجود عندي نقص في الاطباق الموجوده، الخزفيات، الزجاجيات، عندي معدات ناقصه، عندي الشيفنج ديش اللي موجود عندي اللي انا هطلعه على البوفيهات ما هواش عندي بالكميه الكافيه، فبالتالي انا هحتاج لمين او هطلب من مين؟ هطلب من الفود اند علشان تديني اضافه او تديني حاجات اضافيه انا محتاجاها، يبقى هي هتديني عمال عمالة لو أنا عندي العمالة فيها عجز في وقت الحفلات فأنا هستعين بأفراد الخدمة اللي موجودين في قسم الفود اند بيفرج عندي كمان لو في عندي عجز ونقص في الأدوات اللي موجودة سواء كانت في زجاجيات خزفيات عندي نقص في الفوط والمفارش هستعين بده كله من قسم الفود اند بيفرج برضو عندي نقص في المعدات أو الأدوات الأدوات اللي موجودة عندي كمان نقص في الأماكن أنا ممكن استغل الأماكن الأخرى ودي هنتكلم عليها النقطة اللي جاية في ممكن استخدم حمام السباحة ممكن استخدم الحديقة علشان أعمل حفلة لو حسب ما الجست طالب مني أو صاحب الحفلة طالب مني قال لي هنا نقص بعض الأدوات والمعدات اللي بتحتاجها الحفلة وغير متوفرة بالمخازن يمكن استعراضها من المطاعم الأخرى احتياج اداره الحفلات لمساحات اضافيه لاقامه الحفلات زي حمام السباحه زي الحدائق فيتم الاتفاق مع قسم الفود اند بيفيرج او قسم اللي هو قسم الاغذيه والمشروبات هنا احنا عاملين هنا الحفله عند حمام السباحه فبالتالي برضو احنا الاماكن محتاجينها هنطلبها من الفود اند هنا برضو نفس الشكل في عندي هنا عند حمام السباحه برضو انا عامله حفله وهنا الصوره بتوضح ان الموائد مرصوصه ومفروشه في الـ 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 يعني هنا عند حمام السباحه فبيبقى الجو طبعا فيه اكثر استمتاع واكثر روعه منظر جذاب هنا احنا عاملين الحفلة بتاعتنا في الحديقة بتاعة الفندق هنا عندي كمان شكل اخر لحفلة برضو هنا عند حمام السباحة طيب قبل بداية فتح قاعة الحفلات بيجتمع المسؤول عن الحفل مع العاملين وذلك لاستعراض المهام وإعطاء التعليمات مثل مراجعة الاستعدادات اللازمة للتشغيل يعنى مدير صالة الحفلات بيجتمع بيعمل بريفينج يعنى اجتماع مصغر حوالى ربع ساعه 15 دقيقه مع العاملين بتوعه علشان يبتدى ان هو يعمل عمليه مراجعه على طاقم الخدمه اللى موجود يشوف الناس اللي موجوده اليونيفورم بتاعها، يشوف النظافه الشخصيه المظهر بتاعهم لائق ولا لا، يشوف عددهم مظبوط ولا لا، في حد غايب ولا لا علشان في حد تاني عشان نقسم العمل فيما بيننا، طيب علشان كمان يبتدي ان هو يديلهم ايه هي الحاجات اللي هم هيمشوا عليها او الخطوات اللازمه للتشغيل اللي هم هيعملوه، قال لي مراجعه الاستعدادات اللازمه للتشغيل هنا مناقشة الطلبات الخاصة بأصحاب الحفل استعراض المشاكل التي قد يتعرضون لها وكيفية التعامل معها إزاي لو وقعت في مشكلة إزاي أقدر أحلها شرح طريقة الخدمة أثناء الحفل من حيث الأغذية والمشروبات المقدمة توزيع المهام على العاملين وفقا لتخصصهم مع التأكد من استيعابهم لهذه المهام قبل الحفل مباشرة لابد من مراجعة المظهر والنظافة الشخصية زي ما أنا بقول اكتمال عدد العاملين وعدم وجود حالات غياب بينهم وتدارك اي عجز طبعا طيب في نقاط واجب مراعاتها بالحفلات علشان الحفله بتاعتي تنجح لازم اراعي مجموعه من النقاط علشان اقول ان الحفل بتاعي حفل تم على اكمل وجه وطلع بالصوره الناجحه للجسم او العميل بتاعي اصبح راضي وعنده الرضا التام على الحفله وقال لي ان الحفله بتاعتي ناجحه 100% طيب تعالوا نشوف ايه هي كده قال لي تنفيذ الجدول بدقه حتى يتم انجاح الحفل يعني انا اتفقت على مجموعه من البنود مع صاحب الحفله لازم اديها كامله للجست يقوم كابتن كل قسم وافراد الخدمه التابعين له في خدمه المدعوين وتلبية طلباتهم داخل القسم المسؤولين عنه يعني ما ينفعش ان الجست او المدعو يكون او الضيف طالب حاجة مني وانا اتجاهله او ما ما لبيهاش يبقى بالتالي انا هنا وقعت في دروب وهنا ما بقاش في نجاح تام للحفلة فبالتالي لازم طاقم الخدمة كله يكون ع... في استعداد كام تام ان هو يلبي كل طلبات واحتياجات الجست اللي موجود الضيوف اللي موجوده ويكون دايما عنده الواقف على واقف شايف مين محتاج ايه يجري بسرعه يلبيه ده محتاج حاجه بيجيبها له ده محتاج حاجه زياده بيعملها له وبالتالي هنا يبقى في رضا من صاحب الدعوة وكمان الضيوف هيبقوا مستمتعين بالوقت اللي هم قاعدينه أو بيقضوه أيا كان نوع الحفل شكله أو حفلة إيه هي نوع الحفل حفل زي ما قلنا بالأنواع المختلفة زفاف خطوبة تكريم استقبال حفل عشاء حفل استعراضي حفلات غنائية أي شكل من أشكال الحفلات اللي موجودة عندي عدم ازعاج العملاء بالمرور بين الموائد بدون سبب يعني ما يكونش في سبب او ما يكونش حد نادى عليا او محتاج حاجه وانا كل شويه امر بين الموائد فده هيسبب ازعاج للجست اللي قاعد عندي يجب ان تكون خدمه البوفيهات عاليه المستوى سواء من افراد المطبخ او طاقم الخدمه طبيعي ان افراد المطبخ اللي هم الشيفات هم واقفين وراء ورا البوفيهات هم اللي بيعملوا عمليه الغرف للجست اللي موجود لو في بوفيهات فبالتالي هو واقف ورا البوفيه وبيعرض طبعا قدامه الشيفنج ديش بجميع الماكولات اللي موجوده على البوفيه وطبعا احنا استعرضنا مع بعض صور كتير قوي واشكال مختلفه للبوفيهات والاكل بيكون عليها ازاي فبالتالي الشيف هو اللي بيعمل عمليه الغرف فبالتالي انا كجست او كضيف ممكن ابقى مش عارف الشكل ده او النوع ده ايه إيه طب الاكل ده ايه؟ طب مكوناته ايه؟ فبالتالي الشيف هنا عنده المقدره ان هو إيه يلبي لي او إيه يجاوب على اي استفسار للضيف اللي هو بيسال او عايز معلومه عن الاصناف اللي موجوده. كمان من طاقم الخدمه ان اي اطباق بتبقى إيه خلصت هو بيزود البوفيه بالاطباق اللي هي بتخلص اطباق نظيفه طبعا في فضيات خلصت فبالتالي بي عايز بيجيب فضيات تانية وهكذا اذا تزويد البوفيه باي حاجه بتخلص هو بيقوم بالتزويد بتاعها او بيزودها ويجيب غيرها طبعا نظيف بيتم امداد البوفيهات باطباق نظيفه بصفه مستمره بدلا من التي استعملت عندما يبدا الضيوف في الانصراف بيجب مساعدتهم بسحب الكراسي وتوديعهم مع الابتسام احنا طبعا قلنا ان اللي بيشتغلوا في مجال الفندقه اهم حاجه لازم يتحلوا بيها هي الابتسام الابتسامه مع اللباقه في الحديث مع ازاي ان انا بتكلم مع الجست بصوره جيده وبصوره سليمه يعني اخلي الجست دايما متشوق ان هو يجيني مره تانيه لانه هيشوف مني كل شيء طيب سواء كان من ابتسامتي اللي هي على وجهي اللي بترحب بيه وبتقول له اهلا وسهلا بيك في مكانك المطعم ده مطعمك القاعه دي القاعه دي بتاعتك الفندق نفسه كله بتاعك كانك صاحب المنشاه كانك فرد من افراد المنشاه او هو ده البيت التاني لك فبالتالي كل ده بيدي انطباع جيد للضيف او الجست مقابلوش بصوره مش كويسه طبعا بكلمه بصوره فيها لباقه وفيها صوره جيده من الكلام الاسلوب الجيد ازاى اتكلم وانا طبعا صوتى مايبقاش عالى ومايبقاش منخفض بحيث ان الجست اللى قاعد كل شوية عايز يسمعني مستمعني لا أنا صوتي التوم بتاعه مناسب اللي هو ما سمعش غيره وهو في نفس الوقت سمعني وبالتالي أنا بودعه بالابتسامة زي ما استقبلته بالابتسامة بودعه بالابتسامة فهيرجع لي وهيفضل فاكر المكان في ناس بتروح أماكن لأشخاص يعني ممكن يروح فندق معين لان في واحد خدمه بصوره كويسه قوي وهو كان معجب بيه جدا من ناحيه الخدمه من ناحيه الاسلوب واللباقه من ناحيه المظهر الشخصي بتاعه من كل حاجه فبالتالي هو رايح المكان عشان الشخص ده فاحنا متخيلين قد ايه ان الاشخاص العاملين اللي بيشتغلوا في المنشاه الفندقيه بيأثروا بالايجاب او بالسلب على المنشاه الفندقيه اكيد كل ما كان تصرفاتي تصرفات جيده وشكلي عليه وعلى وجه الابتسامه البسيطه اللي بترحب بالجست وبتقدي بتقول له قد ايه هو مهم بالنسبه لنا فبالتالي هيخليه يرجع تاني وهكسب الفندق بتاعي او المنشاه الفندقيه بتاعتي السمعه الطيبه او السمعه الجيده اللي احنا طبعا بندور عليها لان الجست جاي علشان ياخد راحه وترفيه تعالوا نشوف مع بعض كده عقود الحفلات، ايه هي العقود بتاعت الحفلات؟ اكيد الحفلات بتاعتي او قسم الحفلات إيه إيه علشان يعمل إيه إيه الحفلات لازم يعمل عقد الحفلة عشان يبقى فيها جميع البنود سواء الخاصه من الخاصه بالجست او الخاصه بالفندق، يعني تضمن لي كعميل إيه ان كل الحاجات اللي انا طالباها تتم وتتعمل ومن ناحيه تانيه تبقي ضامنه للفندق انه هياخد جميع مستحقاته الماليه من الضيف او صاحب الدعوه فبالتالي لازم يبقى فيه بينهم عقد مكتوب وفيه كل البنود وكل الاشتراطات اللي احنا اي اي بنتفق عليها علشان وقت الحفل ووقت تنفيذ الحفل ما يجيش حد فيهم يقول لا انت ما قلتليش لا انت قلتلي لا انا قلت وانت ما سمعتنيش وهكذا ما ينفعش كل حاجه بتتكتب وبتدون وعلشان كمان لما اعمل عقد للحفله او حجز للحفله فبالتالي انا آآ آآ لازم يكون عندي آآ آآ دفتر للحجوزات علشان ابقي عارف ان فلان ده حجز الحفله يوم كذا الساعه كذا القاعه الفلانيه باسمها فبالتالي لما اجي احجز مره تانية ما في نفس اليوم لحد تاني الحاجات دي كلها ممكن تعمل دروبات لقاعه الحفلات او لاداره الحفلات فبالتالي مش هيكون الانطباع جيد ولا السمعه جيده طب تعالوا نشوف مع بعض كده عقود الحفلات بتتكلم عن ايه اللي بتتعدد مهام ومسؤوليات اداره الحفلات بالفنادق عند تنظيم اقامه اي احتفاليه بالفندق من حيث طبيعه كل حفل ومتطلباته من حيث التجهيزات المعدات الخدمات بالاضافه لاختلاف رغبات كل عميل اكيد كل حفله لها طبيعه خاصه بيها اكيد كل جست او كل صاحب دعوه او كل صاحب حفله بيختلف عن غيره انا حسب الامكانيات حسب نوع الحفله حسب متطلباتي عدد ضيوفي النوع الوجبات اللي انا طالبها ايه القوائم اللي انا طالباها ايه المشروبات اللي هتقدم هتكون ازاي اذا كل ضيف او كل صاحب دعوه له او صاحب حفله له متطلبات بتختلف عن التاني فبالتالي هيختلف معاها التجهيزات والادوات والمعدات اللي انا هستخدمها طيب ولضمان تنفيذ الحفل بكل دقه لابد من تحديد المطلوب والتكاليف في بنود محدده ووفقا لضوابط واضحه. لذا فإن إدارة الحفلات بالفنادق تقوم بوضع كافة البيانات الممكنه في شكل دوره مستنديه منتظمه. ايه هي الدوره دي بقى؟ بيتم التعاقد على الحفل على عده خطوات باستخدام عده مستندات وذلك قبل موعد الحفل بعده اشهر. يعني ما ينفعش ان انا عندي حفله بكره واجي النهارده اروح اتعاقد عليها ازاي؟ ما ينفعش طبيعي، لازم قبلها بفتره علشان ادي فرصه للفندق ان هو يكون القاعه دي اللي انا اتفرجت عليها وقلت ان هي دي وقع عليها الاختيار بتاعي، يبقى بالتالي لازم تكون فاضيه في اليوم اللي انا طالباه، لازم عدد لازم اشوف المطبخ بتاعي مستعد ولا لا، الادوات اللي انا عايزاها موجوده ولا لا، طاقم الخدمه هيكون مستعد ولا لا، وهكذا، يبقى لازم يبقى أبقى قبلها بعده شهور علشان أقدر أعمله وألبيله كل طلباته وكل احتياجاته اللي هو عاوزها. طيب يمكن إيجاز هذه المستندات في إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده لي سجل خاص بحجز صلاة الحفلات، نموذج العقد المبدئي، التعاقد على الحفل اللي هو الحجز المؤكد، ونموذج التعديلات للحفل المتعاقد عليه. يبقى كام حاجة يا شباب؟ أربعة. ايه هما نقولهم تاني سجل خاص بحجز صلاة الحفلات نموذج العقد المبدئي والتعاقد على الحفل اللي هو الحجز المؤكد ونموذج التعديلات للحفل المتعاقد عليه طيب تعالوا نشوف أهمية الدفاتر والسجلات التي تعدها إدارة الحفلات لها أهمية أكيد لها هم... أهمية طب إيه أهميتها قال لي أول حاجة تنظيم العلاقة بين إدارة الحفلات وبين العملاء لتحقيق النجاح وإرضاء العميل تاني حاجة توفير العمالة اللازمة للحفل سواء طاقم الخدمة أو المطبخ وأيضا توفير الخامات اللازمة ما هنا مش هوفر خامة بدون أوفر أشخاص أو أفراد للخدمة وللطهي وما ي... ينفعش أوفر الأفراد وما يكونش عندي المواد الأولية أو ما يبقاش عندي المعدات اللي أنا هستخدمها عمل الاستعدادات اللازمه للحفل بوقت كافي من حيث التجهيزات والمعدات المطلوبه. حفظ حق العميل في حجز القاعه في التوقيت المحدد وعدم تداخل الحجوزات. اذا انا عندي هنا مجموعه اهي اتكلمنا عليها بنقول منها حاجات خاصه بالأفراد الخدمه افراد الانتاج اللي هم المطبخ ازاي الناس دي هتبقى متوفره معايا علشان تشتغلي وتقدملي الخدمه. ازاي يبقى موجود عندي مواد خام الاوليه اللي انا هشتغل بيها ازاي يبقى متوافر عندي معدات والادوات اللي انا هشتغل بيها ازاي كمان احفظ لصاحب الدعوه او صاحب الحفل ان الحفله بتاعته تتم في الميعاد اللي هو طلبه في التوقيت اللي هو طلبه انا كان الحفله بتاعتي إن مثلا وليكن يوم 1 واحد 1 واحد 2022 ازاي يوم واحد واحد الاقي ان القاعة بتاعتي اللي انا حجزتها موجودة بنفس التوقيت انا قلت ان الحفلة بتاعتي مثلا وليكن من الساعة سبعة للساعة عشرة مساء يبقى التوقيت من سبعة لعشرة مساء هو ده اللي انا حجزه يبقى التوقيت ده خاص بيا كل حاجة موجودة جوه القاعة كل حاجة متوفرة سواء كانوا مواد خام سواء كانت القوايم المشروبات المعدات التكييف الإضاءة الساوند أفراد الخدمة اللي هتخدمني أفراد المطبخ اللي هم هيقوموا بعملية الإنتاج والطهي وهكذا كل ده أنا بحفظ بيه حق للعميل وكمان أنا بحفظ بيه بالنسبه للمنشاه ان المبيعات بتاعتي تكون مبيعات عاليه وان يبقى في نجاح للمنشاه الفندقيه. تعالوا كمان نشوف سجل حجز صلاة الحفلات وأهميته له أهمية أكيد كل سجل أنا بعمله له أهميته طيب تعالوا نشوف كده مع بعض اللي تسجيل كافة الحجوزات بكل أنواع يعني كل الحجوزات اللي أنا بحجزها وليكن مثلا في شهر يناير أنا عملت عشرين حجز يبقى ال 20 حجز كلهم مكتوبين موجودين بكافه انواعهم واحد عامل يوم واحد واحد حفل زفاف واحد تاني عامل يوم اتنين واحد حفل استقبال واحد يوم اتنين واحد في نفس ال... في نفس اليوم اتنين واحد ده شخص اخر عامل حفل استقبال واحد كمان عامل حفل تكريم واحد كمان عامل حفلات اللي هي عامل عامل, عامل مثلا مؤتمر واحد تاني عامل حفله شاي وهكذا اذا كل دول مكتوبين ومعمول الحجوزات الخاصة بيهم علشان كل واحد له متطلبات كل واحد له أصناف هتقدم كل واحد له نوع من الخدمة اللي هتقدم له وهكذا يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا بسجل كل حاجه ببياناتها الخاصه بيها باسم العميل باسم الشخص ده برقم تليفونه ببياناته الخاصه بالميعاد بكل بالتوقيت بتاعه بكل حاجه بكل طلباته اللي هو عاوزها ونوع الحفله بتاعته ايه علشان الدنيا ما تدخلش في بعضها وما احجزش حجز غلط وما انساش احجز وما اخد من واحد حاجه وانسى اسجلها ده كله ما ينفعش لان ده كله هيبقى لو حصل هيبقى هنا الفندق وقع في دروب او اداره الحفلات وقعت في دروب وبالتالي هيعود على المنشاه الفندقيه ككل هيبقى ان السمعه غير جيده او العمل بها غير جيد غير منظم فبالتالي الكل هيبقى الدنيا هتبقى مش كويسه في المكان ده وبالتالي هيبقى احنا عارفين ان السوشيال ميديا ال دلوقتي بقى عليها الريبورت والكومنتات الخاصه من العملاء يعني اقدر ادخل اكتب كومنت ان انا المكان ده معجبنيش وغيري هيكتب وغيري هيكتب يبقى المكان خد سمعه غير جيده وبالتالي برضو ممكن لا المكان ده كان جيد جدا وممتاز فانا هبدا اقيمه واقول ان هو ممتاز من ناحيه كذا ومن ناحيه كذا ومن ناحيه كذا فبالتالي الانطباع هيكون جيد من كل التعليقات اللي هتكون موجوده التأكد من عمل من عدم عمل حجز الحفلة في نفس اليوم اللي تم فيه حجز حفلة أخرى في نفس الصالة، يعني وليكن مثلا أنا عندي صالة اسمها كوين مثلا، ما ينفعش إن أنا أحجز فيها حجزين في نفس التوقيت، يبقى انا معنى كده ان انا عملت هنا غلط يبقى بالتالى لازم ابقى عارفه ان الحجز ده تم يوم كذا الساعه كذا يبقى خلاص انا هبعد عن الساعه دى وهشوف لو فى الحجز في نفس اليوم بس في توقيت اخر هو عايز الصبح وواحد تاني عايز بالليل اوكي ما فيش مشكلة طالما ما فيش هنا تعارض وعندي العمالة اللي هتقدر انها تعد الصالة مرتين في نفس اليوم لكن ما ينفعش ان انا احجز في نفس اليوم بنفس التوقيت بنفس الايه لشخصين مختلفين فده يبقى انا وقعت هنا هنا في دروب وهنا ما بقاش الـ الشكل الايه الجيد ولا الشكل الصحيح ترشد رجال مبيعات الحفلات على مدى الإقبال على نشاط الحفلات وعمل الدعايات لتنشيط المبيعات أكيد أن رجال المبيعات دول عليهم برضو مسؤولية كبيرة لأن هم كل ما كان رجل المبيعات رجل نشيط إزاي بيعرف أن هو يسوق للمنتج بتاعه لصلات الحفلات اللي موجودة عنده جوه المنشأة الفندقية يبقى ده ناس شغالة كويس قوي وإزاي عندها التكنيك السليم اللي ماشيه بيه علشان تقدر انها تزود نسبه المبيعات علشان تزود الارباح ازاي ان انا اعمل دعايه ازاي ان انا اتواصل مع شركات الطيران إيه شركات السياحه ووكلاء السياحه ازاي ان انا ابدا اعمل برشوهات عن الفندق اللي هو الورق المطبوع عن الفندق، ازاي من خلال وسائل الاعلام، ازاي عن طريق السوشيال ميديا، يبقى دي كلها تنميه مبيعات، ازاي من خلال اني عرفت الجست اللي بيجيني او الضيف اللي بيجيني فابتدي ان انا اروج له عن المبيعات اللي موجود الصالات اللي موجوده عندي الخاصه بالحفلات، ده احنا بنقيم حفلات كذا، ده احنا بنعمل فيها كذا، بنقدم فيها خدمات كذا، فبالتالي دي كلها عمليات دعايه وبتنشط للمبيعات. و وبتزود من الارباح بتاعه المنشاه طيب تعالوا نشوف قواعد التسجيل بالدفتر ده في له قواعد اه له قواعد تعالوا يلا يا شباب نشوف مع بعض كده قال لي تكون مسؤولية تدوين أو قشط أي شيء في هذا الدفتر في هذا الدفتر منحصرة بس في مدير الحفلات لتحديد المسؤولية. يعني أنا اللي بكتب مدير أنا مدير الحفلات، مدير الحفلات ده هو اللي معاه الدفتر ده هو اللي بيسجل فيه عشان أي قشط موجود يبقى هو المسؤول عنه بس. ما ينفعش أقول بقى إيه؟ لا ده مش أنا ده النائب بتاعي، لا مش أنا ده واحد تاني، لا مش أنا وده كل واحد يرمي المسؤولية عن التاني، ما ينفعش. لا أنا بقول إن هو خاص بمدير الحفلات بس وهو ده مسؤوليته كامله بتكتب بنكتب فيه او تكتب كافه البيانات في الدفتر بالقلم الرصاص لسهوله مسحها وتعديل البيانات يحفظ الدفتر في مكتب مدير الحفلات لاستخدامه دائما كوسيله اعلان وارشاد لا تعتبر الحفله نهائيه الا بعد استلام الفندق من العميل ما يفيد ذلك يعني لازم اخد من العميل موافقه كاملة انه خلاص هو وافق على اقامة الحفل في اليوم الفلاني في المعاد الفلاني وكمان هاخد منه مقدم حجز عشان يضمن لي ان انا فعلا هعمله او يضمن جديته في ان هو فعلا هيعمل الحفلة بتاعته في التوقيت ده وما يجيش يقول لي لا ده انا مش هينفع ان انا اعملها او ينسحب يبقى هو كده ضيع عليا ان ممكن كان في حد تاني جاي يحجز القاعة فبالتالي انا لازم اخد ما يفيد من صاحب الدعوه او صاحب الحفله ان هو فعلا هيعمل الحفله في التوقيت ده وفي الميعاد اللي هو اختاره اللي احنا اتفقنا عليه وكتبناه وبالتالي كمان هاخد منه مقدم حجز علشان يفيد ان هو او ده يديني ضمان بانه خلاص فعلا اوريدي هو موافق على اقامه الحفلة في التوقيت اللي هو اختاره طيب تعالوا نشوف مع بعض تنظيم صفحات دفتر حجز صلاة الحفلات لها تنظيم قال لي اه لها تنظيم الدفتر ده كل يوم من ايام السنه له ورقه خاصه بيه واحد يناير له ورقه خاصه بيه اتنين يناير له ورقه خاصه بيه وهكذا ديسمبر من يناير لديسمبر انا كل الاوراق اللي موجوده موجوده عندي باليوم طيب تعالوا نشوف مع بعض كده يخصص لكل يوم من ايام السنه صفحه مستقله طيب الصفحه دي هتقسم ازاي؟ قال لي هنص... هن... 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 هنقسمها لجزئين بالطول. هنعمل ايه في, ال... في ال... ب... الجزئين دول؟ قال لي الاولى هتبقى للفتره الصباحيه والثانيه للفتره المسائيه. يبقى انا الصف... ال... الصفحه هنقسمها بالطول يبقى... لجزئين، جزء هقول عليه الجزء الاولاني ده خاص بالصفحه الصب... بال... بالفتره الصباحيه، والجزء التاني خاص بالفتره المسائيه علشان احجز فيه بالايام يعني يوم واحد يناير يبقى عندي حد جه حجز الصبح يبقى انا اديت له الجزء الاولاني حد جه حجز بالليل اديت له الجزء الثاني من الصفحه في دفتر التسجيل طيب يقسم كل جزء الى وحدات بها بيانات خاصه بقاعات الحفلات الموجوده في الفندق وموضح بها البيانات التفصيليه للحفل طب ايه هي البيانات اللي بيحتويها سجل الحفل بقى او سجل الحجز قال لي تاريخ الحفله الموعد اليوم والساعه مده الحفله قد ايه اسم القاعه المراد حجزها اسم الجهه الطالبه للحجز واسم الشخص المسؤول عن الحجز وعنوانه وتليفونه عشان اقدر ارجع له نوع الحفل ومناسبته الحد الادنى والحد الاقصى من المدعوين قائمه الطعام المطلوبه وطريقه الخدمه يبقى لازم اوضح عندي الحفله دي نوعها ايه ميعادها امتى الساعه كام إيه 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 اسم القاعه اللي انا إيه حاجزها إيه إيه الاسم المسؤول اللي هو هيبقى قدامي اللي انا هخاطبه مباشره عن كل حاجة خاصة بالحفل أو هيكون التواصل ما بين وما بين مدير الحفلات أو إدارة الحفلات لازم يكون معروف هو مين رقم تليفونه معايا كمان هبقى عارفة قيمة الطعام المطلوبة إيه وطريقة الخدمة الخاصة بيها الخدمات المصاحبة لإقامة الحفل كالإضاءة أو ترتيب الموائد هيكون شكلها إزاي صفة الحجز مبدئي و... ولا نهائي السعر المحمل على كل مدعو والمبلغ المدفوع للحجز المبدئي. قال لي بيجب الاحتفاظ بدفتر الحجز في مكتب إدارة الحفلات ونظرا لأهمية هذا الدفتر يحدد مسؤولية من من مسؤولية من له الحق في انه يبدأ يكتب فيه او يستخدمه او يطلع عليه. طيب نظرا لأهمية إيه هذا الدفتر فقد لجأت الفنادق لاستخدام الحاسب الالي وتغذيته بالحجوزات وترتيبها يعني احنا بنقول ان الدفتر ده إيه المسؤول عنه مدير الحفلات او هو اللي هيسجل فيه طيب إيه نظرا لاهميته يعني هو مهم اوي لان هو ده اللي فيه كل التفاصيل الخاصه بالحفله او بكل الحفلات اللي موجوده إيه زي ما قلت كده كل حاجة خاصة بالحفل بتاعت يوم مثلا واحد واحد إيه 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 صاحب الحفلة ده عارفه رقم تليفونه اسمه الراجل ده طالب القاعه اي اسم من القاعات طلب نوع المناسبه ونوع الحفله هي ايه طلب قوايم الطعام ايه الخدمه هتكون ازاي نوع الاكلات والمأكولات والمشروبات اللي هتقدم اللي هي قوائم الطعام اللي احنا هن هنقدمها له شكلها ايه نوع الخدمه هتبقى على البوفيه ولا على الموائد ولا على الاتنين مع بعض الحاجات المصاحبه للحفله سواء كان عايز ساوند عاوز ترتيب موائد شكلها ازاي عايز اضاءه شكلها ايه عايز كل حاجه هو بيعوزها بيبقى كل ده موجود كمان الحفله اصبحت حفله الحجز بتاعها مبدئي بس ولا نهائي يعني خلصت ودفع فيها كل المبلغ بتاعها ولا لا الحاجه الموجوده عندي سواء كانت بقى المبالغ المسدده اللي فاضل لسه على صاحب الحفله قد ايه لغايه ما يجي الموعد النهائي بتاع يوم الحفله عشان يسدد الباقي الحاجات دي كلها نظرا لاهميتها اللي بيطلع عليها هو مين؟ هو مدير صاله الحفلات ومدير المبيعات. طيب علشان هو الحاجه دي مهمه قال لي انا مش بس هخليها في دفتر يتكتب بالايد لا ده انا كمان هعمل ايه هروح على الحاسب الالي وابدا ان انا اسجل كل البيانات وابدا احطها على اسطوانه إيه 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 على اسطوانات علشان انها تبقى عندي وتتعان في خزينة علشان وقت ما يبقى في اطلاع على اي حاجة يبقى انا عندي الدفتر شكل الاسطوانة اللي موجودة عندي اللي هي موجودة وكمان بياناتها على الكمبيوتر او على الحاسب الالي اللي موجود عندي قال لي نظرا لأهمية هذا الدفتر فقد لجأت الفنادق لاستخدام الحاسب الالي تغذيته بالحجوزات وترتيبها وعمل رقم كودي لا يعرفه إلا من له الحق الاطلاع عليه كما يتم عمل نسخة إضافية بالتسجيل من الحاسب على اسطوانات موانطة وحفظها بخزينة خاصة طيب تعالوا نشوف بقى العقد المبدئي إيه اللي بيتكتب فيه وإيه هو العقد المبدئي أصلا قال لي هو يحرر بواسطة العميل ويوضح فيه الآتي يعني العميل بيكتب اللي هو الحجز المبدئي ده وبيكتب فيه إيه بقى بيوضح فيه إيه هيوضح فيه طبيعة الحفلة ومناسبتها الحفلة دي نوعها إيه حفله تكريم حفله زفاف حفله خطوبه حفله شاي حفله استقبال حفله حفله استعراضيه عندي مؤتمر عندي حاجه اسمها زي ما قلت كده عروض ازياء عندي حفلات كثيرة قوي ممكن انها تقام طيب قال لي ميعاد الحفل من حيث تاريخه وساعته وبدايته ونهايته اللي كمان هيبقى عدد المدعوين وجنسياتهم ودياناتهم لمراعاه ذلك في قوائم الطعام المقترحه يعني هو طبعا لازم يبقى عارف عدد المدعوين الموجودين قد ايه الحد الادنى ليهم قد ايه, إيه علشان لو انا مثلا قلت ان الحد الادنى 100 100 فرد حتى لو ما جانيش ال 100 فرد انا بحاسب على ال 100 فرد بس انا خدت الايه تشارج اللي هو اخدت المجمل اللي هو عشان اقول ان انا عندي مثلا ال فرد دول هيتكلفوا كام يبقى هو ده الحد الادنى بتاعي ما جوش حتى ال انا هحاسب على ال فرد عندي حد اقصى لعدد المدعوين الصاله بتاعتي دي او القاعه بتاعتي ما تستوعبش اكتر من 200 فرد ما ينفعش اجيب اكتر من 200 لان كده الشكل مش هيبقى صح ومش هينفع ان انا اعمل لهم لا موائد ولا كراسي بالشكل اللي هو يليق بالقاعه او بايه بالشكل اللي هو المفروض يبقى عليه علشان يبقى صاله الحفلات شكلها جيد فبالتالي لازم اعمل الحد الادنى والحد الاقصى للمدعوين كمان لازم اعرف المدعوين دول الجنسيات بتاعتهم وديانتهم ايه علشان وانا بعمل قوايم الطعام لازم ابقى عارفه قوائم الطعام المقدمة هتبقى مناسبة ليهم إيه هقدم مشروبات شكلها ايه هتتناسب مع جنسياتهم ودياناتهم ولا لأ وهكذا فبالتالي الحاجات دي كلها لازم يبقى اللي بيكتبها إيه العميل في العقد المبدئي تحديد خدمة المأكولات هحددها إن كانت هي خدمة إيه إيه على البوفيه ولا خدمة على الموائد ولا خدمة مع الاتنين مع بعض الاتنين مع بعض هقدم ازاي والكميات والأصناف قال لي كمان تكاليف الحفل يحدد ما يدفعه العميل على أساس بندين أساسيين يعني في بندين هم اللي بيقولوا لي أنا هدفع تكاليف الحفلة هتكون إزاي قال لي الأول حاجة اسمها تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة اللي هو ما يدفعه الجست أو العميل لنظير تقديم الخدمة دي سواء كانت أغذية ومشروبات وهي تحسب على اساس عدد المدعوين وفي حاله زياده عدد المدعوين عن على المتفق عليه تتم المحاسبه على كل مدعو اضافي يعني انا بعمل الحسابات بتاعتي على عدد مثلا وليكن 100 فرد خلاص بعد كده كل ما بيزيد عدد الافراد انا بحاسب على كل فرد لوحده بالمبلغ اللي يخصه بس بتكون هنا بنقول بتكون هنا التكاليف مختلفة عن تكاليف الميت فرض ككل تمام؟ طيب نيجي النوع الثاني اللي هو تكاليف التجهيزات اللي هي قيمة إيجار قاعة الحفلات وأي تجهيزات يطلب يطلبها العميل وتحدد الفنادق قيمة إجمالية للخدمات كتكلفة لمية فرد تختلف وفقا للقاعة أو المكان اللي بيتم التعاقد عليه بيحدد تكلفة الفرد الزائد بتقل عن تكلفة الفرد الاساسي وتضاف تكاليف اي تعديلات او اضافات اخرى بيطلبها العميل عن الخدمات المقدمة كأن تطلب تورتة مثلا للفرح أربع أدوار أو يطلب مثلا مطرب معين أو يطلب كاميرات مثلا تصوير تكون بثلاث كاميرات مش بكاميرتين اتنين يعني حسب الحاجات الإضافية اللي هيطلبها العميل بتاعي أو صاحب الحفل بتاعي كل ما هو عايز حاجة زيادة هتضاف سعرها على السعر اللي هو الطبيعي، يعني لو أنا عامل مثلا القاعة بتاعتي ولتكن مثلا إيه سي مثلا بمبلغ معين. المبلغ ده وليكن مثلا 10,000 جنيه. أنا طالب إضافات أو طالب حاجة زيادة ما فيهاش الحاجة اللي هي داخل ال 10,000 جنيه. يبقى اكيد انا هحاسب عليها بقيمه اضافيه اخرى يعني مثلا الحفله بتاعتي او القاعه بتاعتي بتتاجر بالعشر 10000 بدون ما يكون فيها تورته مثلا يبقى بالتالي انا لما اطلب تورته اربع ادوار يبقى هتحاسب على التورته الاربع ادوار لوحدها طلبت مثلا وليكن مطرب معين انا البند الموسيقي بتاعي مثلا وليكن دي جي ما فيهوش مطربين طب انا طالب مطرب معين يبقى بالتالي انا هقول ان المطرب ده انا محتاج المطرب ده علشان يبقى هدفع ثمنه لوحده او هدفع السعر بتاعه لوحده بعيد عن سعر القاعة اللي انا عايزها لان دي حاجة اضافية زيها زي بالظبط كده لما بقول عدد المدعوين اللي موجودين عندي انا طالب مثلا وليكن مية مدعو جاني مية وخمسين وعارف ان القاعة تستوعب ميتين أكيد الخمسين 50 دول أزيد من ال 100 اللي أنا محاسب عليهم، فبالتالي ال 50 دول هبدأ أحاسب على كل فرد لوحده وبس بتكون التكلفة بتاعته أقل من التكلفة اللي داخلة ضمن ال 100 اللي هما كانوا أساسيين في الاتفاق. يتم دفع مقدم حجز أو عربون للحفلة عند الاتفاق وكتابة التعاقد. على أن يسدد باقي المبلغ كاملا قبل الحفل بوقت كافي ومحدد يعني زي ما كده ما بنقول احنا بندفع عربون علشان ان احنا نبتدي ان احنا خلاص احنا بدأنا ان احنا الحفل بتاعنا هيبقى يوم كذا انا هدفع عربون علشان اعرف ان انا جد في الحجز بتاعي وبعد كده يوم الحفل انا هخلص بالقيمة بتاعتي كاملة وهنا نكون وصلنا طبعا لنهاية الحلقة بتاعتنا واتمنى ان احنا نكون قدرنا ان احنا نستوعب مع بعض ونكون فهمنا الدرس اللي احنا بنتكلم عليه وطبعا بتمنى لكم في نهاية الحلقة ان انتوا تكونوا في اتم الصحة وتكونوا في تفوق دائم ونجاح دائم وان شاء الله في لقاء جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته